المحاضرات السابقة ذكرنا بأن هناك طرق عديدة لإيجاد معامل انتقال الحرارة H، إحداها هو الاعتماد على التناظر ما بين الـ fluid flow والـ heat transfer. يعني إذا نتحدث عن velocity profile، هذه المنطقة، منطقة الباوندري layer اللي تكون بها السرعة متغيرة إلى توصل حدودها اللي عند، نفترض بأنه السرعة تكون مقدار ثابت، وعمليا نقول هي تقريبا 99% من يعني السرعة بها على حدود المنطقة المتاخمة، 99% من قيمة الـ free stream velocity، اللي هو إذا نقارنها بالـ temperature profile، يعني هذه المنطقة درجة الحرارة على حدود الـ boundary layer تكون تقريبا تساوي درجة حرارة البليت السطح زائدا 99% بالفرق في درجة الحرارة ما بين الـ T infinity و T surface. فإذا هذا التناظر اللي موجود في توزيع السرعة ودرجة الحرارة، هل أكو ارتباط ما بين بعض العلاقات اللي راح نتناولها في هذه المحاضرة؟ إذا كنا نتحدث عن الشير ستريس على الجدار بالنسبة للفلويد فلو اللي هو تاو دبليو، اللي عادة يساوي سكين فريكشن في الرو يو انفينيتي اوفر 2، وقيمة الشير ستريس يساوي الميو في الدي يو باي دي واي at the surface. وإذا افترضنا بأنه البروفايل بالنسبة للسرعة اليو على يو انفينيتي مثل ما استخرجنا سابقا 3 على 2 واي على دلتا، هذه تمثل هيدروديناميك باوندري لاير ناقص النص واي على دلتا تكعيب، وإذا أخذنا المشتقة بالنسبة لليو الواي عند الواي يساوي صفر راح يطلع لنا قيمة الشير ستريس، ومن عندها نستخرج قيمة السكين فريكشن على 2 اللي يساوي بعد التعويض عن قيمة رينولد نمبر اللي هو رو يو انفينيتي اكس اوفر ميو، فراح تطلع قيمة السكين فريكشن لوكال سكين فريكشن اكس على 2 يساوي 0.323 رينولد نمبر اكس اس ماينس هاف. واذا قارنا هذا المقدار بقيمة النص النمبر اللي استخرجناه سابقا في حالة لامينار باوندري لاير وكونستنت وول تمبريتشر، واللي قلنا انه يساوي نص النمبر يساوي 0.332 برانتلوس ثلث رينولد نمبر اس نص، واذا قسمنا نص النمبر على رينولد برانتل قيمة رينولد برانتل راح نحصل على هاي العلاقة اللي هي يساوي 0.332 برانتلوس ناقص 2 على 3 ورينولد ناقص نص. هذا المقدار اللي هو النص النمبر على رينولد برانتل يسمى بالستانتن نمبر، ستانتن نمبر اللي هو H local heat transfer coefficient على الرو سي يو انفينيتي. هذا ستانتن نمبر اللي مثل ما ذكرنا راح يساوي 0.332 برانتلوس ناقص 2 على 3 ورينولدس ناقص نص، راح نشوف ممكن يرتبط بقيمة السكين فريكشن على 2 قيمة سكن فريكشن اوفر 2 اللي يساوي 0.323 تقريبا، اللي هو هذا المقدار يساوي المقدار مضروب في جذر رينولد نمبر ومقسوما على برانتن نمبر 2 على 3، بمعنى انه الستانتن نمبر في برانتل 2 على 3 يساوي 0.332 اللي هو يساوي قيمة سكن فريكشن. فاذا قيمة الهيت ترانسفير كوفيشنت اللي موجود بالستانتن نمبر يرتبط بقيمة السكن فريكشن. هذا التناظر اللي موجود ما بين الهيت وبين الفلويد فلو، اذا كنا نعتقد ان هذا المقدار هو يشير الى شير ستريس ويرتبط بالفيلوسيتي والفيلوسيتي بروفايل، وهذا المقدار ستانتن دمر يرتبط بالهيت ويرتبط مباشرة بالهيت ترانسفير كوفيشنت، هذا العلاقة اللي موجودة اللي تربط ما بين الهيت وبين الفلويد فلو تسمى رينولدز كولبرن انالوج، اللي من عندها نقدر اذا ما توفرت علاقات للسكين فريكشن نستخرج من عندها الستانتن نمبر، او بالعكس اذا ما توفرت علاقات للهيت ترانسفير كوفيشنت نقدر من خلالها نستفاد منها في ايجاد قيمة الفريكشن او السكين فريكشن لنفس المسألة. في هذا المثال راح نشرح شلون نقدر نستخدم هاي العلاقة
العلاقة ما بين الستانتن نمبر وبين السكين فريكشن في إيجاد مثل ما موجود بالنص السؤال، هو إيجاد الفورس أو الدراج فورس exerted on the first 40 سنتيمتر of a plate اللي مذكورة في المثال السابق باستخدام العلاقة ما بين الفريكشن وما بين الهيت ترانسفير فلويد فريكشن اند هيت ترانسفير، واللي هو نقصد بها هذه العلاقة. ومتى ما كان نتحدث عن اللوكال فهي بالتأكيد ممكن تكون نستخدمها للأفريج، يعني بدل ما نتحدث عن الستانتن نمبر X لوكال ستانتن نمبر ممكن يكون للأفريج ستانتن نمبر يرتبط مع السكين انفكشن. في البداية لازم نعرف شنو المطلوب من عندنا. الدراج فورس، الدراج فورس هي بالتأكيد تساوي الشير ستريس في الاريا، والاريا اللي نتحدث عنها هي بلات الارض مالتها 0.4 والدبث مالتها يونيتي. اما شير ستريس فممكن ايجاده من العلاقة ما بين شير ستريس و السكين فريكشن، على اعتبار ان شير ستريس يساوي السكين فريكشن في الرو يو انفينيتي سكوير. هاي العلاقة اللي نعتمدها لإيجاد قيمة الشير ستريس، بمعنى انه يجب ان نستخرج قيمة السكين فريكشن. واذا نتحدث عن افريج شير ستريس معناه اذا نتحدث عن افريج سكين فريكشن، واللي يرتبط السكين فريكشن مثل ما ذكرنا بالستانتن نمبر. فاذا متى ما استخرجنا قيمة الستانتن نمبر نستخرج قيمة سكين فريكشن وبالتالي شير ستريس، ومن عندها نحسب قيمة الدراج. الستانتن نمبر واللي على اساس العلاقة السابقة الفلات بليت كونستانت وول تمبريتشر لهذا المثال الرينولد نمبر بحدود اللامينر، وعلى اساس قيمة الهيت ترانسفير كوفيشنت للمسألة كان يساوي 8.698، فقيمة الستانتن نمبر راح يكون مقسوما على الرو والسي بي واليو انفينيتي بالمثال اللي كانت 2، وقيمة الستانتن نمبر يساوي 3.88 في 10 أس ناقصا 3، ومن عنده نستخرج قيمة السكين فريكشن، سكين فريكشن على 2 اللي راح يساوي لقيمة الستانتن نمبر في قيمة البرانتن نمبر أس 2 على 3 حسب المعادلة السابقة، واللي راح يكون هذا هو قيمة السكين فريكشن. واللي جات قيمة الشير ستريس راح نضرب قيمة السكين فريكشن على 2 في الكثافة في مربع السرعة، وتجدنا هذا المقدار اللي هو قيمته 0.0136 نيوتن على المتر تربيع، اللي راح ينضرب في المساحة في الاريا اللي هي 0.4 في 1 وينطيني قيمة الدراج فورس المطلوبة بالمسألة. المعادلات السابقة اللي كنا نتحدث عنها هي معادلات خاصة باللامينر باوندري لاير. ممكن يكون الجريان عندنا تيربولنت، وبالتأكيد من يكون تيربولنت فلو شكل الجريان ومعادلات الخاصة اللي تربط الفيلوسيتي أو تربط بعد ذلك التمبريتشر لإيجاد معاملات انتقال الحرارة هتختلف، على اعتبار أنه في حالة التيربولنت باوندري لاير شكل الفيلوسيتي بروفايل يختلف. لاحظ هنا يتكون من 3 مناطق، المنطقة الأولى اللي هي قريبة من الجدار واللي تسمى باللامينر سب لاير، بعد اللي علمنا هي منطقة البوفر، والكور اللي هي نتحدث عنها دائما هي منطقة التربولنت. وبالمناسبة التربولنت ليس فقط بالفيلوسيتي، ممكن أيضا يكون عندنا بالتمبريتشر. يعني إذا لاحظ أنه تأثير التربولنس ممكن يكون ناتج من الأدي فيسكوسيتي وأيضا من الأدي ثيرمال كوندكتيفيتي، مثل ما راح نشوف المعادلات الخاصة بعلاقة الشير مع الفيلوسيتي جراديانت، او علاقة الهيت فلاكس لكيو مع التمبريتشر جريدينت. على كل في موضوع الفيلوسيتي راح نشوف بانه قيمة الفيلوسيتي في اي نقطة داخل منطقة الباوندري لاير ممكن تمثيلها كالاتي: اليو
يساوي يو افريج زائد القيمة الثانية اللي هي الفلكتويشن، وهذا الرسم يبين اللي نقصد بقيمة المين فيلوسيتي. هذه هي المين فيلوسيتي، وهذا قيمة الفلكتويشن الانستنتينيوس فيلوسيتي اللي على أساسها تحسب قيمة الفلكتويشن زائد المين، سواء كان هذا الكلام بالX direction يعني لليو أو بالY direction الV. وإذا رجعنا للعلاقات الخاصة بالقوانين الفلو بالنيوتونيان، فعلاقة الشير ستريس بالنيوتونيان باللامينر هي ترتبط فقط بالفيسكوسيتي، فيسكوسيتي مع الفيلوسيتي جريدينت، يعني تاو يساوي ميو في الدي يو باي دي واي، هذا في حالة اللامينر. أما في حالة التربلنت فراح نضاف حد ثاني اللي هو يشير إلى الأديفيسكوسيتي، هذا يتعلق بالفلو. أيضا هذا الكلام ينطبق في حالة الهيت ترانسفير، يعني الكيو ترتبط بالدي تي باي دي واي في حالة اللامينر فقط في الكي، الكي اوفر رو سي بي هذه هي الالفا. وفي حالة وجود التربلنت واعتبار انه الهيت ترانسفير هو ايضا تربلنت فراح يضاف الادي ديفيوزيفيتي كترم اخر للثيرمال ديفيوزيفيتي اللي نعرفها اللي تساوي لك على الرو سي بي. وبكل الحالتين سواء كان نتحدث عن اللامنر او تيربلنت فالعلاقة دائما تكون موجودة بين الستانتن نمبر وبين السكن فريكشن، هاي العلاقة اللي تربط بين الهيت والفلويد فلو. ففي حالة مثلا اذا اخذنا حالة السكن فريكشن في حالة التيربلنت اللي هي هذه العلاقة، لاحظ الاس اللي يرتبط برينولد نمبر مع السكن فريكشن يختلف في حالة اللامينر عن التيربلنت، باللامينر هو نص وفي حالة التيربلنت هو خمس واحد على خمسة. هذا هو السكن فريكشن، معادلة السكن فريكشن للرنج الأول اللي هو من 5 × 10^5 إلى 10^7، وهذا هو العلاقة للرنج الثاني. هذا المقدار هو مثل ما ذكرنا سابقا يمثل أن الكريتيكال رينولد نمبر اللي يتحول الجريان من اللامينر إلى التيربلنت، وهذا المقدار ممكن أن يفترض يعني يكون قيمة أخرى حسب الفرضية اللي ممكن يشتغل عليها. مثلا قيمة الكريتيكال رينولد نمبر قد يساوي 3 × 10^5 أو 5 × 10^5 وحتى 10^6 وقيم أخرى. وإذا كنا نتحدث عن الأفريج سكن فريكشن واللي هو يأخذ بنظر الاعتبار منطقة اللامينر اللي تنتهي في قيم رينولد نمبر R كريتيكال اللي أشرنا له هنا، فراح يكون قيمة السكن فريكشن حسب قيمة الرينولد نمبر يعني ضمن الرينج اللي نشتغل عليه. فإذا كان قيمة رينولد نمبر أقل من 10^9 يعني نتحدث عن هذه المنطقة العلاقة اللي موجودة، راح نشوف بأن قيمة السكن فريكشن راح يساوي هذا المقدار زائد المقدار الثاني اللي هو يأخذ بنظر الاعتبار منطقة اللامينر باوندري لاير اللي يعتمد قيمته، هذا الأي يعتمد قيمته على قد احنا ماخذين الكريتيكال رينولد نمبر حسب هذا الجدول. فإذا كان الكريتيكال نمبر ماخذي 5 × 10^5 فراح يكون قيمة الأي بهاي المعادلة هو يساوي 1742. هذا هو للمعادلة اللي تخص الرينج الأكبر اللي هو قيمة رينولد نمبر أقل من 10^9. وإذا كنا نتحدث عن رينج آخر أقل من عنده يعني المعادلة الأولى اللي نشتغل عليها في قيمة السكن فريكشن أفريج راح يكون بهذا الشكل، وأيضا هذا المنطقة وهذا المقدار هو تأثير اللامينر باوندري لاير، وقيمة الأي تعتمد على قيمة الار كريتيكال. ومثل ما ذكرنا بين العلاقة اللي تربط بين ستانتن نمبر والسكن فريكشن سواء كان باللوكال او بالافريج هي تبقى قائمة. فممكن انا اربط هنا في حالة التيربلنت قيمة الستانتن نمبر بقيمة السكن فريكشن سواء كان افريج او لوكال، ونحصل على هذه المعادلات الخاصة اللي بالتأكيد هي ناتجة من هذه المعادلات الاصلية اللي تربط السكن فريكشن مع قيمة الستانتن نمبر للرينج الأول اللي هو أقل من 10^7 وللرينج الثاني اللي هو أقل من 10^9. وعلى الأساس راح نشوف بأن قيمة الستانتن نمبر اللي راح نستخرج من عنده، يعني الستانتن نمبر هو قيمته نص نمبر على رينولد وبرانتل، إذا طلعنا معادلة الستانتن نمبر نضربها بالرينولد وبرانتل ممكن نحصل على قيمة للنص نمبر أفريج اللي هي جاية من هاي العلاقات سواء كان للرينج الأول أو للرينج الثاني. ففي حالة
الحالة الأولى لقيمة رينولد نمبر أقل من 10 و7، فإن قيمة الستاندرد نمبر أفريج راح يكون يساوي هذه العلاقة، علاقة الأفريج ستاندرد نمبر، وإذا ضربناها في رينولد برانتل ممكن نحصل على تعبير للنصد نمبر أفريج. ونرجع ونقول نصد نمبر أفريج راح يأخذ بنظر الاعتبار النصد نمبر في منطقة اللامينر، يعني هذه منطقة هي ميكس سيلد، نتحدث عن هذا الكلام. يعني إحنا هنا في هذه المنطقة، هذه هنا هو اللوكالي هو تيربولنت، بس من نحسب الأفريج لازم نأخذ بنظر الاعتبار هذه المنطقة اللي هي منطقة اللامينر. فإذن هذه المعادلات هي تخص منطقة الأفريج اللي تتكون من لامينر وتيربولنت. هذه هي المعادلة الخاصة إذا افترضنا تطبيقها لرينولد نمبر أقل من 10 و7، والمنطقة الأولى للأخرى راح يكون هذا هو التعبير الثاني للنصد نمبر، الاعتبار أنه رينولد نمبر هاي المنطقة، والآر كريتيكال هو 5 في 10 أس 5، مثل ما ذكرنا بأنه قيمة النصد نمبر أو الهي ترانسفير كوفيشنت أفريج راح يأخذ تأثير بنظر الاعتبار تأثير منطقة اللامينر ومنطقة التيربولنت اللي موجودة هنا، وهذا هي تمثل الإكس كريتيكال اللي ممكن حسابها من قيمة رينولد نمبر كريتيكال، على اعتبار أن رينولد نمبر كريتيكال يساوي الرو في اليو انفينيتي في الإكس الكريتيكال مقسوما على ميو. فإذا هذا المقدار يساوي 10 5 في 10 أس 5، فمعرفة الرو والميو واليو انفينيتي ممكن نحصل على قيمة الإكس كريتيكال. ليس فقط هذه المعادلات اللي معتمدة لإيجاد معاملات انتقال الحرارة، أيضا هناك معادلات أخرى بديلة ممكن استخدامها. هذه المعادلات قد تأخذ بنظر الاعتبار تأثير درجة الحرارة على اللزوجة. هذه المعادلات تستخدم لرينج من البرانتل نمبر اللي هو بين 0.7 إلى 380، يعني ممكن يكون غاز ممكن يكون ليكويد، والرينولد نمبر أيضا بين 2 في 10 أس 5 إلى 5.5 في 10 أس 6، مع اعتبار أن قيمة الميو انفينيتي على ميو وول هي بين 0.26 إلى 3.5. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الفيلوسيتي والباوندري لاير ثيكنس في منطقة التيربولنت، بالتأكيد راح نشوفها تختلف تماما عن العلاقة ما بين الفيلوسيتي والباوندري لاير ثيكنس في حالة اللامينر. إذا نتذكرها في حالة اللامينر كانت يو أوفر يو انفينيتي تساوي نصف واي على دلتا ناقص 3 على 2 واي على دلتا تكعيب، واللي هي بالتأكيد تختلف عن هذه العلاقة. بالتأكيد راح يكون سمك الطبقة المتاخمة مثلا في حالة اللامينر احنا اخذناها سابقا، يعني هذه المنطقة تنتهي بهذا المقدار قيمة 5 الاكزاكت في حالة الابروكسيمت هو يساوي 4.64. من عندها نقدر نحسب سمك الطبقة المتاخمة على اعتبار انه الار كريتيكال حسب الفرضية قد يكون 5 في 10 اس 5، ف هنا راح يمثل هذا هو السمك الطبقة المتاخمة في حالة اللامينر، واللي هو على أساسه راح يبدي التيربولنت حسب هذه المعادلة. إذا افترضنا الرنج اللي احنا نشتغل عليه هو بين 15 في 10 أس 5 إلى 10 أس 7 اللي هي المنطقة الأولى، لاحظ أنه قيمة السمك الطبقة المتاخمة راح يتناسب مع ناقص 1 على 5 في حالة التيربولنت، في حين في حالة اللامينر هو ناقص نص. وأيضا أكو معادلات أخرى لسمك الطبقة المتاخمة الرينج الأكبر من قيمة 10 و7. الحالات الأخرى اللي ممكن إيجاد تعبير مباشر لدي ترانسفير كوفيشنت، يعني حل المسألة ناتيكلي وإيجاد معادلة لدي ترانسفير كوفيشنت، هي بعض حالات الجريان الداخلي فلو مثلا ان تيوب، ولانه مثل ما ذكرنا سابقا انه انتقال الحراره بالكونفكشن يعتمد على الفلويد فلو، فبالتاكيد مفروض قبل ان نحل مساله انتقال الحراره والتمبرشر بروفايل وايجاد معامل انتقال الحراره، المفروض نحل الفيلوسيتي بروفايل للجريان داخل انبوب. وإذا طبقنا المعادلات الخاصة بـ conservation of momentum لهذا الحالة، بحيث أنه شريحة مالتنا اللي راح نأخذها عبارة عن 2πRTR في دلتا X ونجري عليها موازنة، راح نشوف بأنه قيمة الـ pressure والتغير
على طول الشريحة اللي هي دلتا اكس، هنا يكون عندنا بي اكس، وهنا راح يصير عندنا بي اكس زائد دي اكس مضروب في قيمة الاريا اللي يساوي 2 باي ار دي ار. وايضا عندنا الشير اللي يكون بالاسفل قيمته ماينس ميو دي باي دي ار، ايضا مضروب بالمساحة اللي هي 2 باي ار دي اكس، وبالاعلى بالتوب اللي راح يساوي قيمة الشير اللي يكون بالاسفل زائد مقدار التغير باتجاه ال R. وإذا سوينا موازنة وفي حالة الإكوليبريوم راح نحصل على هذه المعادلة اللي نعرفها سابقا في موضوع الفلويد فلو، واللي تمثل العلاقة بين البريشر دروب وبين التغير بالفيلوسيتي، واللي راح نحصل عليها D by DR لل R ميو D by DR يساوي ال R DP by DX، واللي عادة ما يكون DP by DX مقدار ثابت، بالرغم من أنه المعادلة مثل ما نلاحظها هي two independent variable الـ R والـ X، بس لأنه هذا المقدار هو ثابت بمعنى أنه السرعة فقط تعتمد على الـ R، وهذه هي معادلة ordinary differential equation second order حتى نحلها تحتاج إلى two boundary condition. two boundary condition اللي موجودات هو أنه قيمة التغير بالسرعة بالcenter يساوي صفر بسبب السيمتري، يعني إذا نرجع شوية لهذا الشكل راح نلاحظ بأنه البروفايل مالتنا يجبرنا انه نخلي دي باي دي ار ات ار يساوي صفر يكون صفر، والباوندري كونديشن الاخر انه السرعة على الجدار عندما ار يساوي ار نوت قيمته يساوي صفر. هاي التو باوندري كونديشن لهاي المعادلة التفاضلية راح نحلها ونحصل على ان قيمة السي ون يساوي صفر، يعني اذا هذا يساوي صفر والار يساوي صفر فقيمة سي ون يساوي صفر، ونكمل راح يطلع عندنا إذا قيمة اليو يساوي صفر عند الار يساوي ار نوت، نطلع قيمة السي تو اللي يساوي هذا المقدار، وبالتالي قيمة اليو حسب هذه العلاقة اللي يساوي الار نوت سكوير على فور ميو ماينس دي بي باي دي اك ون ماينس ار على ار نوت سكوير، لاعتبار انه مثلا عندما ار يساوي صفر، ار يساوي صفر راح تكون هناك ماكسيموم فيلوسيتي قيمتها يو نوت، واللي تساوي R نوت سكوير على 4 ميو في ماينس دي بي باي دي اكس، واللي هي هذه. واذا نعوضها هنا ممكن يكون عندي يو على يو نوت، او يو يساوي يو نوت في 1 ناقص R على R نوت. واذا نريد نحسب البلك فيلوسيتي، البلك فيلوسيتي اللي تعرف على اساس يعني اليو بلك هي تساوي الكيو على الاريا، الكيو اللي يساوي لهذا المقدار اللي هو تكامل يو في المساحة، تكاملها على قيمة المساحة مال المقطع الأنبوب اللي هي باي ار نوت سكوير، ولأنه السرعة متغيرة داخل الأنبوب فراح نسوي إجراء التكامل لهذه السرعة من الصفر إلى الار نوت، وراح نشوف بين اليو بلك اللي هي الأفريج velocity راح يساوي نصف الماكسيموم velocity اللي استخرجناها سابقا، او ممكن نعرف الفيلوسيتي مرة اخرى بدلالة المين velocity او البلك velocity اللي يساوي يو يساوي 2 في اليو بلك في 1 ناقص ار على ار نوت تربيع. نفس الكلام راح نطبقه على الانرجي بالانس ايضا. هذه هي الشريحة اللي هي control volume مالتنا اللي هي 2 باي ار دي ار في الدلتا اكس، راح نجري عليها الموازنه في كميه الحراره اللي تدخل لها بالادفكشن اللي هي الرو في اليو في السي بي في التي في الاريا عند الاكس، وهذه راح تكون عند الاكس زائد دي اكس نفس القيمه اللي تدخل زائد مقدار التغير اللي يصير بالدلتا اكس. واذا افترضنا هنا فقط كوندكشن باتجاه الار، يعني ممكن نهمل الكوندكشن باتجاه الاكس، فراح يكون قيمة الكوندكشن اللي يدخل لهاي الإليمنت عند الـ R هو ساوي ماينس K dT by dr في هاي المساحة، واللي يخرج عند الـ R زائدا dr يساوي نفس المقدار بالكوندكشن زائدا مقدار التغير اللي راح يصير للـ dr. وبإجراء الموازنة كميات الطاقة اللي تدخل واللي تخرج راح نحصل على هاي المعادلة اللي تلاحظها two independent variable الـ R والـ X هي partial differential equation. طبعا هذه المعادلة ليس من السهل حلها إلا إذا افترضنا بعض الفرضيات اللي ساعدنا
بنحل الوصول الى الاناليتيكال سوليوشن للتمبريتشر بروفايل وبعدين للهيت ترانسفير كوفيشنت. على كل هذه المعادله اذا بسطناها وعوضنا عن السرعه بالتعبير اللي علينا سابقا استخرجناه سابقا نحصل على الشكل النهائي لهذه المعادله، هاي السرعه ودي تي باي دي اكس تغير باتجاه الاكس، وهذا هو الكوندكشن باتجاه الار. هذه مثل ما ذكرنا هي بارشال ديفرنشال ايكويشن، صيغة نهائية لها، يعني من الصعب حلها بهذا الشكل إلا في حالات محددة. واحدة من الحالات اللي راح نذكرها هي عندما يكون الدي تي باي دي اكس مقدار ثابت، وهذه الحالة تكون عندما يكون الهيت ترانسفير على الجدار بالنسبة للتيوب مقدار ثابت، يعني كونستانت هيت فلكس. هذا الكونستانت هيت فلكس راح نشوف انه راح ينطيني دي تي باي دي اكس مقدار ثابت، واذا كان هذا المقدار ثابت معناها المعادله مالتنا هي راح تكون اوردينري ديفرنشال ايكويشن، فقط درجه الحراره تعتمد على الار ولا تعتمد على الاكس، وعلى الاساس راح نقدر نبسطها ونحلها ونستخرج من عدة تمبريتشر بروفايل ونكمل الحل باتجاه الهيت ترانسفير كوفيشنت. على كل اذا افترضنا هاي الحاله اللي احنا راح نشتغل عليها انه كونستانت هيت فلكس تسخين على الجدار بالكونستانت هيت فلكس، والكونستانت هيت فلكس مقداره كيو دبليو، بمعنى ان الكيو على هذه السترب على هذه الشريحه اللي موجوده اللي هي نفس الشريحه السابقه اللي هي 2 باي ار دي اكس، واذا اخذناها كلها يعني هنا هذا هو الانبوب راح ناخذ كل الشريحه اللي هي 2 باي ار نوت في الدلتا اكس، وراح نجري عليها موازنه حراريه، يعني كميه الحراره اللي تدخل وكميه الحراره اللي تخرج، هذه كميه الحراره اللي تدخل للشريحه وهذه كميه الحراره اللي تخرج من الشريحه اذا افترضنا انه ده تعرض الى كونستانت هيت فلكس. اذا بإجراء الموازنه على الانبوب لهذه الشريحة اللي ذكرناها سابقا هذه هي دلتا اكس واللي هي 2 باي ار دي ار في دلتا اكس اللي مفترضيها الجريان خلالها، فكمية الحرارة اللي تدخل إلها وعن طريق الادفكشن وعن طريق الفلكس اللي على الجدار راح نساوي كمية الحرارة اللي راح تخرج واللي تساوي لهذا المقدار عند الاكس زائد دي اكس اللي يساوي للرو يو في السي بي في التي في الاريا عند الاكس زائد دي اكس، واللي دخلت اللي هي نفس المقدار فقط عند الاكس، فرق بيناتهم راح يساوي كمية الحرارة اللي تجيني عن طريق السطح اللي تساوي الفلكس اللي هو قيمته كيو دبليو في المساحة، واللي يساوي لي مساحة السطحية اللي خلالها ينتقل الفلكس اللي هي 2 باي ار نوت دلتا اكس. مثل ما تعرفنا على البلك فيلوسيتي لا بس نتعرف على البلك تمبريتشر. اذا كان توزيع درجة الحرارة داخل الانبوب ممكن يكون في حالة تسخين، يعني هي الماكسيموم تكون على الجدار والمينيموم تكون بالسنتر، فتعريف البلك تمبريتشر هو معدل درجة الحرارة ما بين السطح والسنتر. كيف نقدر نحسبها؟ نحسبها كالآتي: كمية الطاقة اللي موجودة هنا داخل هذا المقطع على كمية المادة خلاله، بمعنى أنه نتحدث عن M dot في CP في T على M dot في CP. وإذا كانت السي بي هي مقدار ثابت فمعناها هي راح تساوي الام دوت تي على الام دوت، ولأنه السرعة تتغير والدرجة الحرارة أيضا تتغير، فالمفروض ناخذ انتجرال فورم لهذه العلاقة واللي تمثل لنا إياها هنا. هذا المقدار اللي هو الرو يو في الدي اي يساوي للدي ام اللي موجود، وهذه هي قيمة المادة اللي موجودة هنا الام دوت، فإذا قيمة تي بالك راح يساوي للتكامل من صفر الى الار نوت الرو يو في التي في الدي اي على قيمة الام دوت، واللي هي ممكن نشوفها من خلال هذه العلاقة
اللي يساوي الام دوت في السي بي في التي بلك، هذا هي تعبير للتكامل على اعتبار ان الام دوت يساوي الرو يو بلك في الاريا اللي هي باي ار نوت سكوير. اذا نعيد كتابه هاي المعادله باستخدام هذه الصيغ راح نشوف انه عندنا كتابتها للمعادله بهذا الشكل، هذا المقدار اللي نلاحظ انه نعيد ترتيبها. الانرجي بالانس اللي راح يصير دي باي دي اكس للرو يو بلك سي بي باي ار نوت تي بلك، تي بلك يساوي كيو في 2 باي ار نوت دلتا اكس. واللي نلاحظ منها اذا افترضنا وهذا هو حسب المساله انه هذا المقدار ثابت يعني بالكونستنت هيت فلكس، بمعنى انه هذا المقدار اللي هو dt bulk by dx ايضا مقدار ثابت بالرغم من انه درجة الحرارة داخل الانبوب تزداد، بس الشكل هو ثابت uniform. واحنا نتحدث عن يعني fully developed temperature بالfully developed region، يعني البروفايل مالتها مستقر، والبروفايل هو يعتمد على الR يعني، او بمعنى اخر انه الفرق يعني dt by dx partial ناقصا t bulk by dx يساوي صفر. وهذا المقدار اللي قبل شوية استخرجناه اللي هو يعتمد على الهيت فلكس، بمعنى انه dt by dx هو ايضا مقدار ثابت. وعليه اذا نرجع للمعادلة الاصلية ممكن نعوض عن dt bulk او dt by dx dt bulk by dx اللي هو مقدار ثابت اللي يساوينا 4 q wall over K نوت. فهذه المعادلة تتحول من partial differential equation مفروض إلى ordinary differential equation، واللي أيضا تحتاج إلى two boundary condition على اعتبار أنه درجة الحرارة بالcenter الflux أو gradient يساوي صفر بسبب السيمتري، ودرجة الحرارة على الجدار هي T wall. وإذا افترضنا أن العلاقات موجودة بدلالة الF فإن الأف اللي تساوي لي T minus T bulk راح تكون عند ال R node تساوي T wall minus T bulk. هاي المعادلة الموجودة عندنا ممكن نعيد صياغتها ونرتبها مرة أخرى حتى نحصل بعد التعديل بعد إعادة الصياغين نكاملها مرة واحدة، راح يطلع لنا هذا ثابت اللي هو قيمة C1، ونعوض عن DF بالR يساوي صفر يطلع قيمة C1 يساوي صفر، نكاملها مرة ثانية ونحصل على قيمة F عند R يساوي R0 اللي هي تساوي لـ T wall minus T bulk من خلال نحسب قيمة C2. وبالتعويض راح تكون عندنا temperature profile اللي هي تلاحظ هي فقط دالة للـ R تساوي T wall minus 4QW على الـ K R0 في قيم الR نوت والR داخل الأنبوب. ولحساب T bulk صار عندنا هسه معلوم الـ temperature profile، وأيضا عندنا الـ velocity profile، نعوض عن كل من الـ U وعن الـ T في هذا التعبير، وراح نحصل على الـ bulk temperature بدلالة الـ wall temperature راح تطلع T bulk يساوي T wall minus 11 over 24 Q wall R نوت over K. هذا هو التعبير النهائي لعلاقة التي بولك مع التي وول. وإذا نريد نحسب معامل انتقال الحرارة هيت ترانسفير كوفيشنت واللي هو بالتأكيد شو يساوي، يعني من القانون أنا كيو بالأريا يعني كيو وول بالأريا يساوي الإتش في الأريا في الدلتا تي اللي هي التي وول ماينس تي بولك في حالة الجريان الداخلي. فبمعنى أن قيمة الهيت ترانسفير كوفيشنت راح يساوي لي يساوي لي Q wall heat flux على الدلتا T اللي هي T bulk minus TW T wall minus T bulk، ومن عندها راح يطلع عندنا قيمة الـ heat transfer coefficient على اعتبار بدلالة D D out يساوي 2 R0. نحصل على علاقة لـ Nusselt number
شي يساوي 4.364 نسد نمبر based on tube diameter وليس x. في حالة الجريان الداخلي نسد نمبر يساوي h في d over k. الملاحظة هنا أن قيمة النسد نمبر مقدار ثابت لا يعتمد لا على البرانتن نمبر ولا على الرينولد نمبر. هذه هي لحالة constant heat flux والجريان يكون عندي لامينار. ممكن يكون علاقة النسد نمبر بهذا الشكل لا تعتمد على البرانتن نمبر ولا على رينولد نمبر. وراح نشوف أنه في حالات أخرى يعني عندما يكون الجريان مضطرب أو عندما تكون درجة الحرارة على السطح مقدار ثابت يعني مو constant heat flux constant wall temperature المعادلة بالتأكيد راح تختلف. عندما يكون الجريان في مقاطع غير دائرية أيضا راح يكون المعادلة تختلف. في هذه الحالات يتعذر إيجاد تعبير رياضي مباشر للنسد نمبر، راح نلجأ إلى طرق أخرى قد تكون numerical قد تكون experimental مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا عن الconvection. كلها راح نشوفها بالفصل لاحق.